الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. درسي أنا وحبك بلابنا يا بلوغة سورة السجدة. سورة السجدة وسورة مكية. مكة أي كسر الدلتي. وحين كهض ليس مواضيع ذا سورة ذا مكة أي كهض ليا. قرآن كنبيك يكو توحيد كإنكرسان يا يكهض يوح يأمضيه هرية أنبياء وحد أحمري وحبضا. الدعوة إلى الله، عبادة الله وحده لا شريك له، الإيمان بأن الرسول الخاتم هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مرك مواضيع ذا سورة ذا مكة كهض أم بكهض وصد آيات سورة السجدة. النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح مالك الجمعة أيك أخرج لي سورة ذا هي سورة الإنسان. هل أتى على الإنسان سنوية مرك إن لو أخرج مرك سورة ذا باللبنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده بذلك. إلهي باقرنا يا معنى. تنزيل الكتاب. كتاب كان قرآن كسود الجتيس. لا ريب وحشك فيه تحديثكم السود. من رب العالمين أنك رب قوض حقي أيانا لقسود جي قرآنك. أم يقولون قالوا ما وحي إليه افتراه. قرآن كمحمد نبي الله محمد أيا بين أبورتي ووحي يسوي السماء يستيمي إليه. بل سكداي هذا الكود هو قرآنك الحق حق وي من ربك حق ربك هذا نبي الله وحان الوسو دجي لتنذر إن أدقت قوما ضد يا قوم ما أتاهم أنو إيمان من نذير وحدقة من قبلك هرتا لعلهم سئي يهتدون أهنونان. إنذار كاغا يدقتان كاذا سئي أهنونان درتي إن أدقت أيال وقرانك الوسو دجي. الله معبودك حقا الذي أليه وي خلق أبوري السماوات عررك يو الأرض أولك أبوري يو ما بينه وأنت ولحيس في ستة أيام ما الملح قده ذك أبوري ثم كذب استوى الله وحو كسر مري على العرش عرش أيو كسر مري استواء يليق بجلاله. ما لكم إذن مسقنان من دونه ألا سكدي من ولي مد أرنكين مامولة وإذن كالمية من ولي يا ولا شفيع مد إذن أرقية إذن مسقنان. أفلا تتذكرون ميذا وانسمين أحقق ذنين. يدبر إلهي وحو مامولية الأمر أمر الخلق أيوم مامولية من السماء حق السري أيو كم مامولي إلى الأرض مامول كان أولك حقي سأيوس وفلي. ثم كدب يعرج أمرك أيا كري إليه إلى الله إلهي حقي في يوم مال لحذي مال كاسو كان أهذا مقداره قدر كيسو ألف سنة كن صنو ومما كي كمذا صندا كمذا تعدون آترستان. ذلك كان يسو الرمي تدبير كاس يا مامول كاس له
عالم الغيب الله وحمقا قرن يومي يو الشهادة وحجوغة وموقضة العزيز الله غالب وي الرحيم يا نحرست بضن الذي أله أحسن وناجي كل شيء شيء كسته شيء سو خلقه أبوري أما خلقه أيها جاجي أبو ريتانكيس وبدأ ربي وحو وبلاضي خلق الإنسان إنسانك بناء آدنك أبو ريتانكيس من طين ضوء أي ربك بلاضي ثم جعل ربي وحو يالي نسله آدم ذرية ديسة وحو كيالي من سلالة إنسافئة ومن ماء بيحقك أهاضي بيها صوم مهين ليتا وضعيفا ثم كذب سواه ربي واكيي وواسمي ولما يستري خلق جيسا انسانك ونفخ وحكو افوفي فيه انسانك من روحه روح اروح لي سكمدا اروح لي وخلقي كمدا ايوكو افوفي وجعل لكم الهي وحيدين يا لي السمع مقلك يا والابصار ارق ايوئذين يا لي يا والأفئدة قلبيان قليلا ما وحاد يجر تشكرون انت لك شكر نيسان وضمها النقيسان اي اد يجر بربيري الف لام ميم ان بدنا صومرني ومن الحروف المقطعه في اوائل السور الله اعلم بمراده اي هو غاب سنينا سدان كسو سكنيبا كذب رب سبحانه وتعالى قرانك ايو كورمي كتابك كتاب كان قرآن كأه سود الجنتيسو وحشكي أكو مسغنو لا ريب فيه حقينا لقى سود الجي من رب العالمين من رب العالمين ونك رب قوضة حقي أي قرآن كان لقى سود الجي وكلام كيس مرك هذا قال أي شك قليين ويرى هذين كلام رب ماها ووحو محمد أوسما يستيوى بنتوت سود الجنتيسو من رب العالمين حقي أيكاها وحشكنا كما سوغنا إن القرآن كسود الجي حق الرب سبحانه وتعالى أي إلهي وسود الجي رب سبحانه وتعالى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أي الله الضيو وحو كيري كوان قال أي حق ديدا موحي ليهن القرآن كان أداسا ما يستيوى بين أبورتي هذا الكاغواي هذا سمايستي او واحد هو بين ابورتي ويهي ميي ليه هذا الكاس يكو هضيا بل ادغو ما دام بين ابورن و بين توده قرانك الحق من ربك وي وحق حق ربك كاهادي كلام رب كلام كربك وي ربي و كو سو دجي وي هذا الكود هو بين أفلقددوا ذا أطب بضن مر وحيليهن أساطير الأولين مر وحيليهن إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون مركا ورك وضو وحبك مجر وحق حق الرب قال لك سود الجي سببت إلهي سود الجي نقران كم حيثي وجدد لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك رب وحيري وحن سود الجني إنا أدكتت وعذاب إلهي أغدكتت قول آن هرتا نذير يمد أدقيا آنو إيمان وعربتاس نبي الله إبراهيم إسماعيل كذب نبي يقال قصوى بحي مجر إن تقول آن أدقتت يا عربتا أيام كبسوى الدجنب ربي لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك محان اللو أدقيا سببتا لمن كان إن ذاك سلوسين يمحيتها سيئوها نونان لعلهم يهتدون كذب رب سبحانه وتعالى صفات كيسة أيها الكافر حسين معبود كحق عبادة كلك متيستي وكان أبوري عررك تضبضاء يألولك تضبضاء يوحون لحياة مخلوقات لحبر قدوتك أبوري رب سبحانه وتعالى البرقصوك أبوري كرا لكن لحكمة يعلمها أي لحبر قدوتك أبوري كذبنا رب سبحانه وتعالى وحككر مري وكسر مري عرش جيس سده الله أعلم
كيفية الاستواء نبو قلي مين كليا وحان قرينا إنه ربي عرشي أو قصر رأيه إستقانا دي سقري ثم استوى أي ارتفع وعلى على العرش استواء يليق بجلاله كرمريد إستقى أعلن أنت أنه أنا سفين كريم أنت ساكا قاب سنينا معناها بدل مينو ديدي مينو وحكا لكفصير مينو تحريف مينو تبديل مينو أنت ساكا قاب سنينا ثم استوى الله وحو كسر مري أو ككر مري على العرش سدا استواء يليق بجلاله أنه ما قرنا كذب ربي سبحانه وتعالى وحو يلي دادو إذ إن مسؤنا أن ألسوا كذي قف أرنكينا مامولا أو توليو إذن عاويو إذن كالمية ما لكم من دونه من ولي يمد إذن إرقايا بر إذن هضلا يعني لغا أقبل يا شفاعة ديسا إذن مسؤنا أن أفلا تتذكرون ميدا وانسمين أو حقا لإذن شيئا إذن قادنا إنم ربي يري هدي ألسوا كذي أيضاً لهين قف أرنكينا مامولا أو إذن قرقارة يمد إذين إرقايو إرقادي سلقا أقبل هدوب سل إذين سقنان مدوان سنتان وحق الذين شقيا قادة تنوي وكوة ديدن حق كدب ربي سبحانه وتعالى وحويري الله سبحانه وتعالى أمر كيسا كر أيوك إيمانيا هوس أي أسوى فليا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض آيادا نفتض وحيد سنيسا الله إنه كر أيو أرن كيسا كر أيو ربي كسو مامولا دولك أيونا أسوف لا أو دولك أيوم مامورا حق دولك أيو أرنكيس كربك إمام هصب إمام يدبر الأمر أرنك أيو رب مامورا يا حقبك مامورا يا من السماء إلى الأرض ملائكة أصادر يا كتب أصاد الجنة يا كرب أرنكيس كإمام دولك أيو إمام كذب ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يعرج وحكري الأمر وي أرنك أيا كريا إليه إلى الله في يوم مال لحذي مال كاسو قدر كيسو هذا كون سنة أو كلا وسنة ذا أترستان كمذا كون كسنة أو مما كي كمذا تعدون أترستان سنة هدون سورة الحج حقص أمرني وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون سورة المعراج نوحان كوغاري دونا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة كنتم كنوا صلى آيادهم أيام مركة مفسرين يعني قاب كاللغو جمعين لها يسكو خلافين آيادهم وحلو حسين أرنك الرب كربك إيمان هوصب إيمان ألك إيمان كدب أرنك كاس حق إلهي وكوريا في يوم المال النحذي مال كاسو قدر كيسو يا يكون سنة أوكله السنة ذا ترستان كمذا مما تعدون قال عبد الله بن عباس استجوا الحويري صدح لنا آية ذي هذا أنا آخر الني وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وفي سورة الحج إياه يدبر تعرج الملائكة إليه والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة سورة المعراج هي سورة السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة لماذا نقضوا 1,000 سنة أيدنا أيد سورة المعراجنا 50,000 سنة كنت أقول عبد الله بن عباس مركب وحجري سووا إن يوم الألف في سورة الحج هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض سأقول حويري مالكاس لو شاقي سورة الحج وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ومال لحظة مع الموت كمذا يا إلهي عررك يا أولك يا وحي وإحي يا أبو ريب ويري ويوم الألف في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه أمرك ربي قدرك أوصعنا يا أنت أوكري أياكم صنع أبو إليه سورة النوشة سورة السجد هذا هجرنا ويوم 50,000
هو يوم القيامة أي كفسر مفسرين كلنا معنى كلا أي كفسر بحيرة هذا ما لنت القيامة أيام كنت الموقف له كنت الميلود له ماشي بوح على وسقنا أنا يا كن صار كنت مال أو كيف ماشي بلغوس بنانا يو كن 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 وكنتم كن هل مال وكم إذا صور ده لغوس شاقي آية داس كلنا وحي شاقتي كنتم كيف شاقتي هو يري مفسرين تقرن وحير هذين أرن كان وحالة الماما يا مؤمن يا كافر ما لنت قيام الصين نقول يا قال كمركا وقتك كل ديران وكنتم كنوا سنو أي وقتك لوغدك مؤمن كان كن سنو يقال كفسرين هذه الله أعلم هذا هو حكر أسكو خلاف سيهين با ما الدنيا ذا لقوة مس آخرة وإن يوما عند ربك ما آخرة مس الدنيا ذا هذا أنت صوش لك آخرة وي هو وحير هذين مجاهد الدنيا ذا لقوة يوم أمر كربي ملايته يلسوا الدجان يان كذب ربوت كجين يان مسافة هديب بلا أدن كله إيوه وكون صنو يجوز طرفة عين البرقس أي يكون جين يان مسافة أهان شنب قلو سنة إلا سود دجا يويه شنب قلو سنة إلا كرة إن كرة جين يو ربوت كربي أيو جين يويه ملايته قارئ علماء الرسالة يقول فسرين الله أعلم رب سبحانه وتعالى الله إرنك أبو ري وللك أبو ري أرنك كركس ومامولة هوس جيا وكا وحم مقنع النجا النجا مقنع النجا قرصون قرن يوي ذلك الله هاس عالم الغيب والشهادة يوحد جوان أنه أركين لبضا ويسيقا أكسور بلادن كوحي الجيدان وأم وقضى يوحد كقرصون با الله قرنوي والله عزيز كأي أن لقى غالب نقول إنه نحريس تبضان وي الله الله سوى الله شيء كستاء أبو ري أبور كيسي هكذا جيوي الذي أحسن كل شيء شيء قصو خلقه أبو ري قراءة كلا الذي أحسن كل شيء خلقه والله كلا الرئي وقال له أحسن هكذا جيوي وناجي شيء كستاء أبور كيسة خلقه وديل الله هدي خلقه ليلة هذانا الذي أحسن كل شيء وقال له وناجي شيء كستة شيء قاسو خلقه أبوري بناء آدم كان أساس كيسة يا أبوريتان كيسة ربي وحكب الله من طين نبي الله آدم روه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وبدأ خلق الإنسان من طين كذب نسل جيسنا ثم جعل نسله ذرية ديسا نبي الله آدم عرور تيسا يأوبد كيسنا ربي وحوك أبوري من سلالة إنسافئة ومن ماء مهين بيليتة أو حقيرة نبيها منذا أو حق أبي هويك إيمانيا كد من رحمك سوتكيا بيها سو ربك أبوري نبي الله آدم ربك أبوري ذرية دي سنة ينسل لي سنة ترين كي سنة محوك أبوري إنسافئه بيا حقيك أحاضي بيها سو مهين ضعيفة كد رب سبحانه وتعالى إنسان كاس وبيها مهين كأبوري أيو خلق جيس كيسي أو لما يشتري روح أرواح دي سأي وأبوري كم إذا أيوك أفوفي ونفخ فيه من روح بلادك وحو يا لي مقل سمعي مقل أيو يا لي وحو مقلا أرقب يا لي نو يا لي وحو أركا قلوب أيو ربي يا لي وحو فهما يا مقلك إلهي ما نو أبوري يا أرقب يا قلبك أن وحو فهما وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لكن وحاءات أير أنت بن آدم كوي الله كل شكرنا يان أمها النقية الله نعمي كسر نعم نعمي أنت كل شكرنا يان أيار ألف لام ميم الله أعلم بمرادي تنزيل الكتاب كتاب كان قرآن كسود جتيسو لا ريب وحشك فيه لحد يكون مصونه
من رب العالمين حقي أيا لقى سود الجي وخبر بعض خبر أم يقولون قالوا ذم وحيليهن افتراه محمد أيا القرآن كان بين أبو رطي مي إليه بل سكداي هذا القاضة هو قرآن الحق حق وهي من ربك حق ربك هذا وإلهي وحير وانسود الجنة لتنذر إن أدكت درتي به قرآن فأدكت قوما قلوا ما أتاهم عن إيمان لتنذر إن أدكت درتي أيام وسود الجنة قرآن كان قوما ضد يقولوا ما أتاهم عن إيمان من نذير دقي من أدقية من قبلك هرتا وعربتها لعلهم سيئ يهتدون أهنو أي أهنونان إن ذارك أي الدقيتان سيئ أهنونان درتي أي قرآن وسود الجنة اللهم عبودك حقه الذي أليهوي خلق أبوري السماوات والأرض عرارك يلولك وما بينهم أنت أولا حيث أبوري في ستة أيام لحمى الموجودهتك أبوري ثم كذب استوى الله ككر مري على العرش عرشيس يكسر مري استواء يليق بجلاله ما لكم إذن مسغنان من دونه ألس كذي من ولي مثل رنكين مامولة وإذن كالمائية يا ولا شفيع مذين إرقينا إذن مسغنان إرقذي سلا أقبلي أفلا تتذكرون مئين وانسمين وحقق ذنين يدبر إلهي وحوم مامولة الأمر أرنك أيوم مامولية أمر الخلق أيوم مامولية قرك مامولية من السماء أيوك مامولية إلى الأرض أي أسوف لي أمر كيسو ثم كدب يعرج أرنكاس أيا كرية إليه إلى الله في يوم مال نحذي مال كاسو كان أهذي مقداره قدر كيسو أهذي ألف سنة كنصن ومما كي كمذا تعدون آترستان من أيام الدنيا يعني سنذهب دونك كم إذا مما تعودون ذلك خالقاس مدبركاس الرمهان مامولي عالم الغيب وي والله وحا مقن كقرصون بنا آدنك الله قرني وي يو الشهادة وحجوه أمه الله قرني وي العزيز الله غالب كوي إن لقى غالب نقولين الرحيم الله نحريس تبضن وي المؤمنين تقول حريصانية وكان بالمؤمنين الرحيمة الذي أليه وي أحسن وناجي كل شيء شيء كستا شيء قاسو خلقه أغوري الذي أحسن كل شيء أليه وناجي وي شيء كستا خلقه داتر هذا أبور كيس وناجي وبدأ خلق الإنسان إنسان كأبوريتان كيس ربي وحكبل آدم وي من طين طوبة أيوك بلاو ثم جعل وحي يلي نسله ذرية ديسة يا عرورتي سيطرن كيسة من سلالة إنسافئة ومن ماء بيحقك أهذي مهين حقير لت ثم سواه إلهي واسمي خلقك إنسانك أيو السمي أو كيسيي لما يستري ونفق وحك أفوف فيه إنسانك من روحه روح وأرواح ذي وأبوري كمذا أيو ربك أفوف وجعل لكم إلهي وحيدين يا لي السمع مقل أدوحك مقشا يوال أبصار أرك أدوحك أركتان يوال أفئدات قلبيان قلبياش أدوحك فهنتان قلوب أي رب إذين يا لي قليلا ما وحآت أير تشكرون أنت لكم شكر نيسان أيا يروي أنا شكركم قليل جدا وي وقالوا وحيرا هذين قالوا وابعثك إنكرسان إذا ضللنا أن نبعث من الصبح إذا ضللنا هدي أن كل النه ونكبا بأنه في الأرض الأرك أئنا أن نقوم وحانهانينا لفي خلق أبور الدحذي أبور الدحذي ميانا هانينا جديد عصبا بل سكدايهم إيهو كافرون وحديدين أي كفريين بلقاء ربهم رب قوضا لكلنك أي قيام الله كل ميان أي يدفران أي إنكران قل النبي الله وحد كتر هذا يتوفاكم حائذا أوفسا ونفت إذن كقبا ملك الموت يريد ملك هذا ملك اللوح الساري نفت إنو قاض ملك الموت أي إذن أوفسا كله
الذي ملك صو وكل الوكيل بكم ليدين وكاشي إنه نفط إذا كقاض ثم كذب إلى ربكم حق الرب جين أيام ترجعون الذين ألل للجزاء والحساب. ولو ترى نبي الله هذا أركي لهي إذ المجرمون مرك أي ذنبي لياشو ناكسوا رؤوسهم حال أيهم هو ماذا حدا فوررنيا عند ربهم رب قوذا أكتي يقولون إياقوله ربنا يا ربنا رب جانو أبصرنا وان أرقني وحيان إنكري جري وسمعنا مقلي وحيان كدين الرسول هذا المقلي نوي فرجعنا نعل الدنيا النوعل نعمل آسمين صالح عمل ونفسا إن أنه موقنون أيانا يهدك ويقيسا هذا يقين قارنية الدنيا النوعل مركات أركي لها تكون مجرمين وحالك كسرا لرأيت أمرا فظيعا أرن فالح أيال أركي لها يدوي أبوي رب سبحانه وتعالى وحيري ولو شئنا هدي أن دوني لهين لآتينا وحانسين لهين كل النفس النفكست هداها هنوك هذا دي أن دوني لهين كما ندوني ولكن حق القول قول أيا كواجبي قول أيا واجبي وصبنا هذا مني حال قول كاسي حقيقة كأهذي قول كاسي محوية لأملأن ولا وانبوح أو وانبوح جهنم من الجنة جنك يا والناس بنا آدنك حق وضعيا جهنم كبوح أجمعين حالي إذليه مركو حالو أوران يا كواس فذوقوا الدمية قال هذا سيالو أوران النار تلقو رذي بما نسيتم أي بسبب يعني السبب تآد كتكتان بسبب ترككم وي وضرمين ويسين لقاء رب لقاء يومكم هذا ما لنكينا كان لكولنكي كتجتان كأد كتكتان أضرمين ويسين درتي عذاب الدمية إنا نسيناكم ربكم يري أنا أقول ما أنتوا أيدين كتجينا عذاب الحديثة يلا ذيك كتجينا وذوقوا الدمية عذاب الخلد وارتان كعذاب كيس الدمية بما كنتم أهاشين سببت هذا هاتين تعملون هو عمل فلي قال لماذا يبانين تكو سميحة سببت هاتين درتات عذاب كان وواريو الدمية يرب الكورم هل كان الرب سبحانه وتعالى وحوك ورمي لمن قالوا إن كرسن ببعثك أوله مرهدان لمنه نلمسه صاريو خلاص شكد ويسكو لما هو بس داس رميسا أو إن كرسن بعثك ووحي بليه من يحيي العظام وهي الرميم لفبا ليوبيا صنو ليني وحينا ذا نهدان نلك الحديث أن كلنا ونكبا بأنا ما أبورتان عصبا يعني الحدي أهانينا أئنا لفي خلق جديد وحينا هذين سورة الإسلام قصة مرنا يعني سؤالنا يرى هذين ربي وحيكو يري قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا ماذا حيلون يا يديد يا مركا قرم إليهم قرم أنا لصابح يقول مركا أوهي استابع واحد جري مركا وحيلا هذين هديان قولك الأحديث آن كل منهم كبابان أبور عسما الأحدي مين أهاننا أهان مينوي معنا وصف مركا نمنك وحيهين كوا ديدي وكفريي إن ربي قوض قيام لك كل ما بل هم بلقاء ربهم كافرون ربي سبحانه وتعالى سوك زوجه كل كواس واحد كتير هذا وهذا من دونتان نفتنا والذين كقوان وحانا نفت إذن كقوان دونا ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ملك اللوح رسالة إنه نفت إذن كقبته يا ملك الموت كالليل هذا أيا نفت إذن كقوان والذين وكاشي إنه أرواح لنا إذن كقال كذبنا حق ربي أيضا صنع قندهم تعالى للجزاء والحساب ثم إلى ربكم ترجعون كذب ربي سبحانه وتعالى هل كانوا في كل شيء حال كوضة يقول إلهي أكتيس قصوا
oo dullaysan oo aada u foolxun oo aada u murugaysan buu rabbi inoo sheegay. Haddaad arki lahayd mujrimiinta iyagoo madaxyaashooda foorariyey ilaahay agtii oo maalinta qiyaame ah murugaysan oo dullaysan, walow taraa id lmujrimuuna naakisuu ru'uusihim calayhim, kuwa madaxooda foorariyey cinda rabbihim iyagu haddana ku qowlaya leh, ilaahayow wixii aan inkiri jirnay oo bacdiga waan aragnaa indhaha ku haynaa, rabbanaa absarnaa ayay odhanayaan, ilaahayow anagu waan u jeednaa oo waan arkaynaa, wixii aan inkiri jirnay baan hadda indhaha ku haynaa, rabbanaa absarnaa, ilaahayow maqalay wixii naloo sheegay, haddaan maqlayna weeye. warkana loo sheegi jiray rusushayna soo gaarsiin jireen oon diidnay, haddaan maqlaynaa wixii naloo sheegi jiray ee bacthigana indhahan ku haynaa, ee waxaan doonaynaa ilaahu adduunyada noo celi, farjicnaa ila dunyaawa adduunyada noo celi. Oo maxaad samaynaysaan? nacmal saalixan kula, camal wanaagsan baan samaynaynaa, waan issoo saxaynaa, issoo hagaajinaynaa, wixii nagaa laban farjicnaa nacmal saalixan, innaa muuqinuun wey, annagu kuwa yaqiinsan ayaanahay hadda wey, haddaan yaqiininay. Laakiin maalinkaas hadday iimaan la yimaadaan oo yaqiiniyaan waxba u tari maayo. falam yaku yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra'aw ba'sana, waxba u tari maayo. marka haddii xaalkooda aad arki lahayd iyagoo dullaysan oo ilaahay agtii ku sugan oo hadalladan ku hadlaya, rabbanaa absarnaa wasamicnaa farjicnaa nacmal saalixan innaa muuqinuun, haddaad arki lahayd wax la yaablaad arki lahayd weeye. laara'ayta amran fadiican, low jawaabteeda maxduuf ah. rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, annagu haddaan dooni lahayn naf kasta hanuunkeeda ayaan siin lahayn, walow shi'naa la aataynaa kula nafsin hudaaha, laakiin rabbi wuxuu yidhi hadal ayaa xaggayga ka sugnaaday oo waajibay, kalimatu lcadaab, ilan wax rabbi mar hore qadari weeye, shaqiyun aw saciidun mar horaa la qoray, in jannadana dad laga buuxin, naartana dad laga buuxin, iyo jinni iyo insi laga buuxin. marka hadalkaasa xaggayga ka waajibay, hadalku muxuu yahay? walaakin xaqa waxa waajibay alqowlu, xaal uu minni xaggayga aaday, kalimatu lcadaab ayaa xaggayga ka waajibtay, oo inaan naarta buuxinaya ah. kalimadaasna qowlkaasna wuxuu waxaa weeye, lamla'anna jahannama min aljinnati wannaasi ajmaciina, baa xag qowlkaasa xaggayga ka sugnaaday oo mar hore aan qadara weeye, naartana dad baa loo yeelay, jannadana dad baa loogu talagalay labadaba. lamla'anna jahannama min aljinnati wannaasi ajmaciin. aayad kale rabbi wuxuu yidhi, walow shaaa rabbuka la aamana man fi lardi kulluhum jamiica afa anta tukrihu nnaas xataa yakuunuu mu'miniin. ilaahay hadduu dooni lahaa dadkoo dhan baa la hanuunin lahaa, laakiin ilaahay ma doonin, rag buu naar ugu talagalay inay galaan. mar haddii rabbi uu ku hanuuniyey hidaayadani iimaanku siiyey, nicmo weyn ayuu rabbi ku siiyey inaad tidhaahdo weeye, alxamdu lilaahi aladii hadaanaa lihaada wamaa kunnaa linahtadiya lowla an hadaana allah, isagaa qofkuu raba hanuuniya, yahdi man yashaau ilaa siraatin mustaqiim, man yahdi illahu fahuwa almuhtad. kadib waxaa lagu odhanayaa naar baa lagu ridayaa. markii naar lagu rido nimanka, haddana hadalkan adag baa lagu odhan, faduuquu bimaa nasiitum liqaa'a yowmikum haada, ka tegitaanka aad ka tagteen dartii maalinkan inaad la kulantaan, maalinkan qiyaamo inaad la kulantaan, maalinkan hadda aan la joogo kulankiisa, maadaama aad ka tagteen ood rumayn weyseen dhadhamiya cadaab. innaa nasiinaakum, buu rabbi ku odhan, annagana naarta dhexdeena idinkaga tegaynaa maanta, sidaad marka horeba aad u rumayn weyseen oo idinku ka tagteen, yaan annaguna naarta dhexdeena idinkaga tegayna wey maanta. cadaabkan lagu waaraya dhadhamiya, buu rabbi ku odhan, waduuquu cadaab alkhuld, waaritaanka cadaabkiisa dhadhamiya. oo sababtu maxay tahay? idinkaa shaqaystay bimaa kuntum tacmaluuna wey, camalka xun, gaalnimada iyo beenaynta iyo afxumada ayaa sabab waa weeye.
عمل كين حن أيات وقشان وقالوا وحير هذين قال هذا كوا بعثي إن كرسان إذا ضللنا من لصوب بحنايا ما إذا ضللنا مركي أن كل نرد أن نبعث من لصوب بحن إذا ضللنا هدي أن كل نرد كبا بأنا في الأرض نورك دار دمنا ونورك أن لقو آصو ونورك تحديث أن كبا بأنا كل نرد من لصوب بحن أئنا أن نقو لفي خلق أبو رتان أحدي ميانا هانينا جديد عثمان أبو عثمان أحدي ميانا هانينا ما هانينا وي بل اسكداي هم يجو كافرون وحي ديذين ويكون كفريين بلقاء ربهم رب قوضا لكولنك إقيام الله كل ميان أي بينيان قلوا حتى هذا النبي الله وكتر هذا كواس يتوفاكم وحائذ أوفسا ملك الموت ملك الموت جريدا ملك هذا أي إذن أوفسا الذي ملقا سوء وكل بكم ليذين وكيشي إنه نفت إذنك قبطه أي نفت إذنك قوان ثم كذب إلى ربكم حق ربكين أي ترجعون الذين إليه إذنك والنوم فيجازيكم بأعمالكم أما الذين أي الذينك جازين والذينك أبالين ولو ترى هذا أركي لهي إذ وقت المجرمون المجرمين تجدن بلياش ناكسوا رؤوسهم مدحيال قوضك وفوريري أيهين عند ربهم رب قوض أكتي دل ليسا يقولون إياقوله ربنا يا ربنا ربك نو أبصرنا وان أرقني وحيانين كي جرني نهو كهينا ويبعثنا وسمعنا مقلي أذيان كام مقلني وركاقوان مقلينا ويوانقاذنينا مانت فرجعنا نعلي نعمل أنصمين صالح العمل وناكسا الدنيا ذا إلهي ونو علي عمل ونكسب من لا إيمان إناي إن أنهم موقنون أيانا كوا يقين سلمات وحين لو شيء وحين لش حتى يقين سلمات هاي نعل لعل ما يوم إيمان كما لنتاس أحبه تري ماي حتى هدي لعل يوم ربي وحيري ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وحين لقر أبي بيكون نقطنا ينبوري بين بشيء إلهي بحالك وذكرنا بسبحانه وتعالى وحبيه ولو شئنا هدي أن دوني لهين لآتينا وحاسين لهين كل النفس النفكستة وداها هنون كذا ولكن حق القول قول أيا واجبي مني حقيق حالك هذا هو قول كاسنا وحوية لأملأن والبوحية بوحية جهنم من الجنة جنك حقي سي والناس ذاتك حق هذا أجمعين حالي إذليهين أيا جهنم كبوحين وركاسة حقيقة كسقنا هذا أو كواجبي فذوقوا بالغورا كواس أهل النار ردمية عذاب بما شيء سبب كي نسيتم أتكتكتين لقاء يومكم هذا ما لنك إنان كان لكل انكي يعني كتكتان أتكتكتين سبب كي كل ردمية عذاب وضرمين ويسنوي ودوية انت جوكتين إن أنغنا نسيناكم أي تركناكم في العذاب عذاب كالأحدي سنة كتكتين وذوقوا ردمية عذاب الخلد وارتانك عذابك بما كنتم أهشين هذا هاتين سبكي كل الدمية تعملون كوا قال لما إيه بينين إيه حمان عمل فلي وشقيست إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا إنما يؤمن وحرمين أون بآياتنا آياتنا القرآن الذين كوا إذا ذكروا هدي لوانيو أو لوعذيو بها آياتها لوانيو خروا وكوا لعه سجدا ساجدين حاليهين وسبحوا وكوا النزها إلهي عبك النزها بحمد ربهم ملتبسين يغو كلها بحمد ربهم رب قوضا ما هذين تيسا وهم إيغو لا يستكبرون إسوينيسين مايان إيمانك إيا طاعة إيا عبادة اسكما كبرين إيا تتجافى وحكفوا آني جنوبهم لنعيهم لنعيض وضا أيوة يكفوا عن المضاجع ماشى لسيحنا مكانوا جيفك يدعون حالي بريان ويعابدين ربهم ربي قوضا خوفا يقو كبقيا إلهي عذاب كيس وطمعا حاليهم يقو رجينا يا رحمة إلهي ومما رزقناهم وينفقون وحي بحنيان مما شيب وحكم بحنيان وصدقي سنيان شيء قصور رزقناهم أنكو أرزقناهم ربي
فلا تعلم ما أكسون النفس النف ما أخفي وحل قريي لهم يقال لو قريي ما قاسون من قرة أعين إن ديال قبوسي قوضاء وحينه قرى حيستان جزاء أبا المرين درت هذا بما شيء لقوا أبا المرين كانوا أي هذين يعملون قوة صمية ويا أفمن قف كان أهذا مؤمنا من ذرمي حقه كمن عدم لمديهي كان أهذا فاسقا من طاحظ إلهي كبحي لا يستوون مسنو مؤمنين إيا فاسقين مسنوي أما الذين كوا آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلي الصالحات أعماش وناكسا فلهم كوا سوحا أصغناضي جنات المأوى ماشي اللي هو يعني جنات كذا يبار هذا أي أصغنا هذا نزلا على يعني مرتقات حقيقي بما شيء سبب كي أي بما كانوا أهان شهر سببتي أي جنات كي أشين يعملون أي عمل فلان خيري ولك سميان وأما الذين كوا فسقوا فاسقوا بي فمأواهم ماشي كهو ينيان النار وي كلما مركز طي أرادوا دونان أن يخرجوا إن كبحان منها نارتا أعيدوا لو علن فيها نارتا وقيل لهم محان لو أرن ذوقوا لدمية عذاب النار نارتا عذاب كذا لدمية الذي نارتا عذاب كاسو أما نارتا سو كنتم أذهاجرتين به ما عذاب كاسو كنتم أذهاجرتين به عذابك تكذبونك وبينيا ولنذيقنهم بربيري ولو ندنسينينا من العذاب عذاب حقي عذاب كي الأدنى واشهب بنا دون العذاب عذاب سكذي حالو أهاضي عذاب كي الأكبر إيوي لعلهم سئي يرجعون أصول الله فتانا إيمان أصول الله فتانا وهي رب سبحانه وتعالى هل كانوا حكوس في مؤمنين إيا فاسقين إيا مجرمين رب سبحانه وتعالى وحويري آياتها قرآنك كتابك وقرآنك آياته سا وحرمين يؤون هو صفات كان له يا رميسن قرآنك آياته سا يا رميسن صفات كان ذاتك لغا هلوي إيا تلماما إنما يؤمن بآياتنا آياته أن وحرمين يؤون الذين إذا ذكروا بها وكو هدي آياتها لغوانيو لحسوسيو لغوانيو لغوعديو خروا ويدعيان سجدا يو سجود سن ساجدين حاليهم بيدعيان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سورة الأنفال قصة مرنا ومؤمنين تصفات قاضي التلمامو هذا هو هدي آية ذهل لقو وانيو وإلا عياني يقو سجود سن وحين عيبك هفيان ربي قوضا يقو وليب أمها النقيا وصبحوا بحمد ربهم اللي نزهيان عيب ربك هفيان يقو كلهن مهد انتيسا الله هذا يقو كما هذين نزهيان سبحان الله وبحمده أكلوه وسبحوا بحمد ربهم تسبيح يا حمد بيسود دريا فصبح بحمد ربك وقال لمتى وسبحوا بحمد ربهم من إسكبرين يا حق إسكبرين نسين يا وهم لا يستكبرون آية ذهر ربك هو الرميسن وكواس وكوان كبر أكتو هذا أول دي آية ذهر لقوانينا خشوع سجود يا إلى هينا وتصبح سنة يا أمها الألنة أمها النقية يقوم كبر سنة كبر أكتو أول هبين كمية وحيكفوا قانا يعني مكان كأي كجي فان فراشه هذا يسرير تأي كجي فان بي وحيكفوا قانا يعني إن عيض هذا سلاة بيتوكنا يوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع وصفات هذا وأن من هبين كي ماشي فراشك يعني لو قصي أحد المكان كأي قصي أحد يعني فراشه هذا إن عيض هذا كفوا قانا يوي كسو توسيا توكنا يعني تتجافى جنوبهم
dhinacyadooda wuxuu ka fogaanayaa can almadaajici makaanu jiif, sariirtay ka fogaanayaan, salaad bay usoo toosayaan, hurdadaas macan bay ka soo toosayaan. Waa kuwa nabiga uu yidhi, saxaabadiisu uu ku yidhi, wasalluu billayli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam. Habeenkiiba imaan marka dhinacyadooda ayaa wuxuu ka fogaan makaanu jiifkooda iyo meeshay ku seexanayaan. Waa maxay samaynayaan? Yadcuuna rabbahum, rabbigooda ayay caabudayaan oy baryayaan, iyagoo weliba ilaahay cadaabkiisana ka baqaya, naxariistiisana rajaynaya. Bayna alkhawfi waalrajaa, saacaddaas waxay usoo toosayaan, way firaashahooda uga kaakacayaan, ilaahay bay caabudaan, way tukadaan, way baryaan, iyagoo cadaab rabbi ka baqaya, naxariis rabbi rajaynaya. Sifaatka ay leeyihiin waxaa ka mid a mu'miniinta wixii rabbi uu ku arsuuqayna kuwa bakhaylayaani wax bay ka baxsanayaan. Wamimaa razaqnaahum yunfiquun, ay wamin bacdi maa razaqnaahum yunfiquuna, wey wixii rabbi uu ku arsuuqay oo maal ah, xoog ah, caqli cilmi ah, wax bay ka bixiyaan. Wax kastoo ilaahay uu siiyey, wamimaa razaqnaahum, dadka waxa ugu taraan. Marka rabbigooday caabudaan, khalqigana wanaag bay u sameeyaan wey. Waa niman cibaadada rabbi wanaajiyey, makhluuqaadkan u ixsaan sameeyey oo wax siinaya. Wamimaa razaqnaahum yunfiquun, way sadaqaysanayaan wey, xoolahooday wax ka baxsanayaan. Kadib jazahoodii abaalkooda ayuu rabbi halkaa ku xusay. Rabbi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi, naf ogsoon ma jirto wixii ilaahay uu u kaydiyey oo uu ka qariyey. Falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyunin, waxa yacni laga qariyey oo indhuhu ay ku raaxaystaan, ay ku qabowsadaan. Xadiid baa aayaddan la macno ah. Waa xadiis sugan. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, yaquulu llahu tabaaraka wa tacaala, waa xadiid alquds, acdadtu licibaadi saalixiin maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar, addoommadayda waa wanaagsan waxaan u diyaariyey buu rabbi yidhi, waxaan il ayn weligeed arkin qurux iyo wanaag, dhegna ayn weligeed maqlin, qalbi bini aadamna ku dhici, waxa jannada lagu sheego o dhan magac unbaa la maqlay bas. Haddii sariir iyo fulaan iyo cunto la sheego ama miro la sheego, magac un bay mid ka yihiin, laakiin dhadhan iyo aragga waa different, waa wax iskhilaafsan. Weligeed lama arag, lamana maqlin wanaagga meesha u yaalla mu'miniinta. Hasal rabaa in loo shaqaysto dunyada, de waa dhillun zaa'il wey, waa har zuulaya. Mataacu dunyaa qaliil waalaakhiratu khayr, marka aakhiradaas ayaa la rabaa in loo shaqaysto oo ay dadku ku tartamaan. Wa fii daalika falyatanaafas almutanaafisuun, falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum, waxa loo kaydiyey oo loo qariyey, naf kasta ma ogsoona wixii ilaahay uu kaydiyey oo uu qariyey oo indhuhu ay ku qabowsadaan oo ku raaxaystaan, naf garanaysa ma leh. Waana abaalmarin iyo jazahooda weeye, alla uu abaalmarinayo shaqadooda wixay qabteen, jazaa'an bima kaanuu yacmaluun wey. Abaalmarin daraaddeed ayaa arrimahaas lasoo sheegay iyo wanaaggaas lagu abaaliyey, camalkooda ay shaqaysanayaa saamwa. Kadib rabbi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi, mu'minka ilaahay jannadaas u ballan qaaday la mid ma aha nin faasiqa oo ilaahay amarkiisa diiday. Nimankaasi ma sinno oo isku mid maaha. Afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawun, ma sinno. Maxaa yeelay mu'miniinta iimaan iyo camal saalixa laga helay ilaahay subxaanahu watacaala janno ayuu u ballan qaaday. Falahum jannaatu lma'wa, ay martiqaad ahaan u leeyihiin, nusulan, meeshaasaa lagu martiqaadaya. Nusulka waa wax qofka loo nin martiya wixii loo diyaarinaya weeye. Martiqaad ahaan jannadaas ayaa hoyad iyo makaan u ah, sab camalkooda ayaa saab u ah. Bimaa kaanuu yacmaluun, ama kuwa faasiqiinta ah ilaahay amarkiisa diido ku kufriyey beeneeyey, iyaguna meeshay ku hoyanayaan
gurigooda waa naar, famawaahum annaar, mar kastay doonaan inay naartaas ka baxaan waa lagu celin. Kullamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha, waa lagu celin. Waxaana lagu oran hadal xun baa loo raacin, waduuquu cadaaba alxariiq ayaa lagu oran, ma waduuquu cadaaba annaar alladii kuntum bihi tukadibuun, cadaabkii aad beeneyn jirteen dhadhamiya ayaa lagu oran intii dabkaasi lagu rido. Kadib rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, kuwan xaqa diidan cadaab alakbar cadaab alaakhira intaan la gaarin ayaan waxaan dhadhansiinaynaa buu yidhi cadaab aladna, walanudiiqannahum min alcadaab aladna, cadaab xaggi ayaan dhadhansiinaynaa, cadaabkaasoo adna sokayn badan oo dhawaasho badan waa cadaab adunya. Cadaab aladna adduunkan ayaaba cadaab lagu dhadhansiin, mar la dilayo, mar la qafaalayo, abaaro mar abaaro lagu ridayo, cudurro ayaa cadaab aladna ah. intaan cadaabkaas weyn sokadiisa waxaan dhadhansiinaynaa cadaab aladna, cadaabkan adduunyaan dhadhansiinayna buu yidhi. Oo mar lala jihaadayo, la dilayo, kuwana lasoo qafaalayo, marna abaar lagu ridayo, marna cudurro, marna musaa'ib lagu ridayo, intaan kaa weyn la gaarin midkan adduunyada ayaaban dhadhansiinayna buu rabbi yidhi. Walanudiiqannahum min alcadaabi aladna duuna alcadaabi alakbar, cadaabkaas ugu weyn sokadii kan adduunyaan dhadhansiinaynaa. ومحاكا لو ددسين لعلهم يرجعون سيوسوا اللابتان وباطلك يكوسوا ينكسوا اللابتان حقا أسوا اللابتان. إنما يؤمنوا وحرمين وحاون رمين بآياتنا أيها ربي آياته القرآن الذين كوا إذا ذكروا هدين لقوانيو بها آياتها خروا كوا دع سجدا ساجدين عليهم هو سجود دعاه ووسبحوا النزهة بحمد ربهم ملتبسين يغو كرهن بحمد ربهم رب غوضة مهدنتي سيغو كرهن هو ألا نزها مركي لقود الأخريان اللعا أي آياته أن الرمي سمو ربيري. إنما يؤمن وحر رمينيا بآياتنا آياته أن القرآن الذين كوا يا رمينيا إذا ذكروا هدي لوانيو أو لوعدي بها آياته لوانيو خروا لعا سجد الحاليه وصبحوا النزها عيب كهوفة بحمد ربهم ربي قوضا ما هذين تسيوه كلهن ربي نزها وهم إيوه وهم لا يستكبرون وهم إيوه لا يستكبرون اسكما كبرين أيان إيمانك يا طاعة لمن كبرك أكتو ذا أويا لما تتجافى جنوبهم لنعيض ذا أيا وحو كفوغان على المضاجع مكانو جيف يا سريرها يا فراشات يدعون حالي بري أيان ربهم ربي قوضا عابد أيان خوفا يجو كبقي إلهي حالي كبقيان إلهي عذاب كيس وطمعا حالي رجينيان إلهي نحريس تيسا أي إلهي عابدان ربي قوذ يا عابدان بريان يجو كبقي إلهي عقاب كيسا رجينيان الرحمة ديسا خوف كستو مسلمة هسل لقد دونيا أنبياء ملك ربي أكور رمي يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين سورة الأنبياء أيام قصة مرني يجو عذاب كيسا كبقيان رحمتنا الرجينية أين عبده الأيوية ومما رزقناهم وينفقون وحين وحكب بحنيان ويكسد قيسنيان مما شيء حقي رزقناهم أكو أرزقناهم الرب يريكواس فلا تعلم النفس النفل ما أكسونا ما وحي أخفيا لهم لو قريي ومن قرة أعين إن ليا القبوس قوداء إن ليا عندهم حيكو قبوسنيان ووح أي كفرحان أركتدا قرة العين وحلقة وضع شيء مركات في رسابة أتكو فرح أتكو قنع مركا نفنا ما أكسونا وحي لو قريي أو لو كيدي وينلوه أيكو قبو صدان ويكون راحيستان جزاء أبا المرين دمتادا أيانا أركا لغوسين أيان جزاء أبا المرين دراد بما شيء لغو أبا المرين أيو كانوا إيهانجر يعملون كو صمي أفمن قف كان أهذا مؤمنا من حق الرمي كمن مد من لم يدهي كان هذا فاسقا مد فاسق وطاع هذا الرب كبحي لا يستوون بالرب يرمس النقواس أما الذين كوا آمنوا حق الرميو وعملوا الصالحات عماشا ولكسا سمي فلهم كواس وحاوسق ناضي جنات المأوى يعني مكانوا هوية الجنات كيس إليهن جنات لقوا هوية إليهن نزل مرتقات
أي أوليهن جنداس بما شيء سب كي أيانا جندا أوليش بما كانوا أها شو هذا سببتي أيي جنداس أن قطه هيت كودا أي يعملون سما يجري. وأما الذين كوا فسقوا فاسقوا بي فمأواهم ماشي كوه ينيا النار وي كلما مركز تي على دو دونان أن يخرجوا إني كبحان منها نارتا ويعيدوا لو علم فيها نارت وقيل لهم محان الله أرن ذوقوا لنمية عذاب النار نار عذابك الذي عذابك صور كنتم أذهاج تنتو كذبون كوا بين يبيه عذابك ولن نذيقنهم ولا وننسيننا من رب يري من العذاب عذاب حقي عذابك الأدنى لو شهب الضناء سكيه دون العذاب عذاب سكذي الأكبر يوينا أيان كل الدنسين نبي عذاب الدنيا لعلهم سئي يرجعون أيوسوا الله بتان باطل كسوا الله بتانه إيمانك يحق أسوا الله بتان. ومن أظلم يا كالظلم بضن ممن قف ذكر لواني بآيات ربه ربك آياديس لواني ثم كذب أعرض كجيت سدي عنها آياتها قادم وايه يا كذلم بدن قف كذلم بدن مجر رب وحيره إن أنو منتقمونك وكأرجوسنا يوي كأرسنا يوي من المجرمين الدم بلياش يا قالم رب سبحانه وتعالى وحيره مجر قف كذلم بدن كذالم سن قف لجواني إلهي آياته وفوق عن سير قادم وايه ثم أعرض عنها سجس قف كذل مبدل مجرم منك سوى مجرم مجرمين تنا والدنبيل النجا كأرجو سنة يربيري أو كأرسنين. ومن أظلم يا كذل مبدل ممن أحد ذكر لواني بآيات ربه ربه يس آياته سلواني القرآن ثم كدمرك لواني كذب أعرض كجس عنها آياتها قادة ويوك عمل فلواي رب وحيري إن أنه منتقمون أيانا يكوك أرجوذنيا من المجرمين الدم بلياش. ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا حقيقيا وحس نبي ربي يري موسى نبي الله موسى الكتاب كتاب التوراة أيانسي الني فلا تكن نبي الله النقن في مرية شك لحد متكسغا من لقائه يعني موسى لكلك ند موسى لكل ما يسوحها كشكنه وجعلنا وحان كياله كتابك عن موسى سيني هدى هنون أيان كيالني مد هنونية هاديا لبني إسرائيل رب بني إسرائيل هنونية أيان كيالني وجعلنا وحان كياله منهم أي من بعضهم وي رب بني إسرائيل قارك وضع وحان كياله أئمة كوو مضح يعني مضح الدينين ذو ضيضه أيان كيالني ويهدون هنونين أيان ذاتك بأمرنا بسبب أمرنا أمر الدآن أمرنا درت هذا كوه نونية أما أمر كأن دكت كوه نونية مركب ما ضحى يعني كأن جنوي لما صبروا مركي أي صبرين هو كانوا أي هذا يوكل قوة يقينية بآياتنا آياتنا إن ربك ربك نبي الله هو إسق أيا يفصلك على صار يوك على حكومية بينهم دكت لحظة يوم القيامة ما لنت قيام أيوك على صار فيما شيء لحد أيوك على حكومي كانوا أي هاجرين كانوا أي هانجرين يختلفون كوسك خلافه فيه أركان أحد ومن أمر الدين إلهي باك على حكم الدور رب سبحانه وتعالى وحيري نبي الله موسى النجاسي إن كتابك التوراة النبي الله وذوه نقول المسجد كوسك إن نبي الله موسى لكل مدونت نبي الله محمد ولكل مي وقرم ولكل مي ليلة الإسراء هبيك الإلمي وأنبياء بضن لكل مي ونبي الله موسى له كمدي فلا تكن في مرية أي في شك من لقائه أي لقاء موسى وين كل مانه ليلة الإسراء والمعراج أي كل مان وكان النبي عليه الصلاة والسلام مركي وصول الله في سفي نبي الله موسى يا مركي ننعان وهاسان وهاسان سانو إغويري سانو إغويري يا فلا تكن في مرية من لقائه مفسرين تقارن وحين كفسرين فلا تكن نبي الله النقل في مرية شك لحذي من لقائه موسى إنه ربك لكل مية وكتاب لصوصيني وكلم الله موسى تكليم صما ورب الله هذا الكتاب تورد صوص
إنه موسى ربي إلا كل ما أكشكننا والله قف السري لكن تفرعون كده كتب ربي وحجري كتاب كاس طبرا النبي الله موسى أنسيني وحان كيالني مدهنونية أوهجة غير بني إسرائيل غير بني إسرائيل قارق هذا وحان كيالني بيرم مضح لقد ضيضه وضدك هنونين أيان يهدون بأمرنا أمر كأن ضدك كهنونين أيان لكن قرما مدح الدينين لقد دقي ومركي الصبرين لما صبروا دين تودا مركي كو صبرين وحي امتحانا كو صبرين وأي نقضين كو آيادها ربي يقينية وفي مركي الصبر يقين لقاه لأي مدح يو ربي كدقيا ولقد ضيضه لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ولن تقيام إلهي ذلك أيوك لحكومة يا أوك لصاريا قفك قرل قرتي سسينيا قفك كلنا جزيزة قاعدة لقى صار إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة هذا يوم الفصل جمعناكم ولا ولوي وما لنك أسقيام ذلك أوك لصاريا كلا حكومة يا فريق في الجنة وفريق في السعير وحونا ربي يعني كلا حكومة يا ويسكو خلاف الجرين الدين تاع نبارة توصل أنا صحصن صملة إلى هيبة قيامك على سارو على حكم منك حق كوس قلنا جنوا وقلنا ينك كلا باطل كوس قلنا نربى للقلين إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ولقد أتينا حقيقة وحصيني موسى نبي الله موسى الكتاب التوراة ياسيني فلا تكن نبي الله هم قلن في مرية شك أحد متكسوان من لقائه نبي موسى إن هذا كل ما يسوع شك أحد هكذا نقوله يعني هكذا شكين أرنكاس إيه والله كل ما يساعي وأنا لكل ما ليلة الإسراء والمعراج يجون كل ما وجعلنا وحكي له كتاب التوراة هدى هاديا مدهنونية لبني إسرائيل أيام كيالني وجعلنا وحكي له منهم غير بني إسرائيل أي من بعضهم وي أئمة مضح لو ضيضه وهكاكسن ويهدون هنونين ايان ذاتك بأمرنا كهنونين ايان أما بسبب أمرنا ذاتك كهنونين ايان لما صبروا مركي أي سبرين ايان مضحكة لنبو الرب يري وكانوا أي هذين يوقنون كويقينية بآياتنا أيدينا إن ربك ربك هو إساق أيا يفصلك لصاريا بينهم يعني أنبياء يأمد أما ذات قرنا ربي أياك لحكومة يوك لصار يوم القيامة ما لنت القيامة أيوك لصار يوك لحكومة فيما شيء أحدي كانوا أيهان جرين فيه ما يختلفون كو اسكو خلاف وحي اسكو خلاف سنايين والدين أما اسكو هيستين بور ربي كالحكومة وفي قر لنا قرتي سسينيا كالكال نصاص وحي أموتي سسينيا أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون أولم يهدي لهم ميوسن عدان نبو ربي يري قال هذا كم إن بضن إنتان أهلكنا هلاقنا إن بضن إنان أهلكنا هلاقنا من قبل مرتض ومن القرون أمضاء ماذا قالوا بين يمشون حالي سعنا ينقوان قال هذا في مساكنهم كواس لهلاقي ديقان نظر لحظة هذا حالي سعنا ينو مركز تأركيان أركان موسى نوع عدان وإن كل عرق هذا إنن والرب يري إن في ذلك أركان الله صار شيئا لآيات على مظلة عرق هذا يا قصوا أفلا يسمعون ميدا حق مقلين وحلين شيئا ميدا مقلين وإذا قادنا إنن هو سمين أولم يروا ميين أركين كوان والرب يري أن أنو نسوق الماء بها إن كحينا ينه إلى الأرض لول حق أيان أوك حيني نبيا لول كي الجروزي حالف كأها أن وحبا صارني كذبنا فنخرج وحنك سو صارين فنخرج وحن سو صارين به بيهاس زرعا بدر أيان كسو صارين وتأكل أي عون منه زرع حقي أنعامهم حوله هذا يو أنفسهم مفتوضنا مريك عونيا أفلا يبصرون ميين أركين أرنكا فلا يبصروا ويقولون وحي أرانيا قالت مؤمنين توحيكو أرانيا متى قرموا هذا هذا الفتح مالكا أنا حقوك
maalinka uu ilaahay dadka kala xukumayo ee uu kala saarayo goor muu ahaaday annaga idinka goorma na kala xukumi dhexdeenna goorma yacni xukun uu ka dhacaya in kuntum saadiqiina haddaad run sheegaysaan ayay mu'miniinta ku odhanayaan gaalada kuleh yacni qiyaamada iyo maalinkaas dadka la kala saarayo ee la kala xukumayo yay fugaysanayaan oy beenaynayaan goorma annaga iyo idinkana yacni xukun dhexdeenna uu ka dhacaya xukunka dhexdeenna annaga iyo idinka goorma nala kala xukumi aada sheegaysaa idinkana janno gelaysaa saa sheegaan waa uun beenayn waa goorma ayay leeyihin qul nabi allow waxaad ku tidhaahdaa yowma alfatxi kala bixinta maalinteedu laa yanfacu waxba uma taro laa yanfacu aladiina kafaruu kuwa gaalada ah waxba u tari maayo iimaanuhum iimaankooda hadday maalinkaas ilaahay rumeeyaan iimaankooda ay maalinkaas rumaynayaan waxba u tari maayo walahum ahaana maayaan yundaruuna kuwa loo koranayo la sugayo oo wax yarna loo kaadin ahaan maayaan naartaa lagu tuuri oo war laga dhagaysan maayo ee faacrid nabi allow ka jeeso canhum kuwan wantadir sug innahum iyaguna muntadiruuna kuwa sugaya weeye ana iyagu waxay sugayaan in cadaab uu kugu dhacayo dhimanayso adna wixii ku dhacaya sug weeye waa la arki doonaa ee ninka hadhow cadaab iyo ciqaab uu ku dhici hadday dhib kula koranayaan adigana bal sug iyaguna waxa ku dhacaya ha sugteene macnaha waa saas wantadir innahum muntadiruun marka rabbi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi gaaladan xaqa diidan oo inkirsan miyuusan u cadaanin inta ummada ee hortood la halaagay awalam yahdi lahum kam ahlaknaa min qablihim min alquruun waa saas oo iyagu haddana mar kasta deegaanadaas kuwaas laga halaagay dhex soconayaanoo safrayaan waa ka rabbi aayado kale ku yidhi wainnakum latamuruuna calayhim musbixiina wabillayli afalaa tacqiluun habeen iyo maalin baad dhex martaanoo kuwaas la halaagay meeshii lagu halaagay bay maraan iyagoo safraya haddana soo maraan warkaan miyuusan u cadaanin kuwaas inay fikiraan ayaa la rabay oo kuwan maxaa loo halaagay ilaahay bay amarkiisa diideen rususha ayay kuga cansayreen xaqay diideen kadibna waa la halaagay soo ma inay ku cibro qaataan baa la rabay tiibuu rabbi subxaanahu watacaala uu ku leeyahy war nimankan miyuusan u cadaanin inta ummadee hortooda aan halaagnay oo iyagu deegaanadooda dhex marayaan yamshuuna fii masaakinihim arrinkaas yaa ku cibro qaadanaya inna fii daalika la aayaatin weeye arrinkaasi calaamado lagu cibro qaadanayo weeye haddii qofka uu ilaahay caqli siiyo oo wax uu ku waantoomayo oo uu ku cibro qaadanayo weeye rabbi wuxuu ku yidhi xaqa maad maqashaan afalaa yasmacuun miyayna maqlaynin xaqa oynu ku tadaburaynin qaadanaynin kadib wuxuu yidhi awooddiisa iyo qudradiisu rabbi tusiyey nimanku miyayna arkaynin inaan anagu biyaha meel kale ka keenayno togag iyo laga ayaa soo qaadaya biyaha soo maraya meel fog oo roob ku da'ay yay biyuhu ka imaanayaan biyahan soo kaxaynaynaa waxaan u soo kaxaynaynaa meel engegan oo xaaluf aho nabaad iyo wax saaranba aan jirin awalam yaraw annaa nasuuqu lmaa'a ila alardi aljurus arda alyaabisa weyn waa dhul engeganoo la xaalufyoon laa nabaata fiiha oo kadib biyahaas aan ku soo saarayno xoolahooda waxay cunaan iyo iyagu waxay cunaan fanukhriju bihi zarcan ta'kulu minhu ancaamuhum wa anfusuhum arrinkan mayna ku cibro qaadanin awood ilaahay ku garanaynin iyo waxdaaniyadiisa afalaa yubsiruun mayna arkaynin arrinkan ay ku gartaan wey waxdaaniyada rabbi qudradiisa kadib gaalada afxumadooda iyo inkiraadooda ay bacdiga ay mar kasta inkirsan yihin buu rabbi halkaa ku sheegay waxay mu'miniinta ku leeyihiin maalinka la xukumaya dadka oo la kala saarayo waa goorma goormuu dhacayaa yoomkaas qiyaamo aada sheegaysaan wayaquuluuna mataa haada alfatxu fatxu waa xukunka waxaan ku soo maday rabbana ftax baynana wa bayna qowmina bilxaq ilaahuna kala xukun wey marka goormaa dadka la kala xukumi saad leedihiin qolana janno la geyn qolana naar la geyn maalinta qiyaama goormay dhici weeye
هذا رون شيء يسمى المؤمنين تكوير هذا ردي وركن ورني هاي قوم منا كلا ساري كلا لك حكم قوم مدح أحدنا يدينك ركاز الرب سبحانه وتعالى حول مالك سديو يمال يوم الفتح مالك تدخل لك الحكم أيه فريق في الجنة وفريق في السعين يوم الفصل هذا صامر إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة مالكاس هديو يماده هو قال هذا هذا مالكاس إلى هذا هذا الإله الرومين إن إيمانك هذا وحبة أتر ماي لا ينفع الذين كفروا إيمانهم قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم وحيرنا اللوك هذا ماي ولا هم ينظرون أي يمهلون توبتك أنا قال لمدينة يدن بينا كعذر دارتا لغورا ماي وحيرنا اللوك هذا ماي شانس لسين ماي هذا حتى لهان سيهد أن صامرني ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون لقي يلي ماي ولهم ينذرون كذب رب سبحانه وتعالى رسولك زوحي كويري لمن كان حق إنكرسا بعث جديدا يهدك للقيامة قرن يدعي فأعرض عنهم سجد جيسو سورة دوامك وانتظر سوء عذابك كل عي سوء إنهم منتظرون يقول وحي كل سوء يعني وحي ورعا يقول وحي إليه إنك وانين شاعر نتربص به الريب المنون بإليه سيدة الشعراء يكون قبل يجري أي دنتان أمبو نغد من دونا نبكي سابا نافي دونا أيدي يجري نتربص به ريب المنون يقول وحي كل عي كل سوء يعني أذنب الوحي كل عي عذابه سوء وآية أولم يهدي لهم ميوسا أعدال قال هذا كم إنبضا أنت أهلكنا هلاقني من قبلهم هرطوط ومن القرون أمضاء يمشون حالي يسعون ينكوان في مساكنهم كواس ده هلاقي قريوه ده لحدي يماشي لقى هلاقي ديقى ندو ده إن في ذلك أرنك وحاكسوا لآيات على مظل عبر قاضنا يكسوا أفلا يسمعون وأنمين مقلين حق من كنت تدبرين قاذنين أو لم يروا ميين أركين وربي لأن أنو نسوق إنا كحينين الماء بيو إلى الأرض الحق أكحينين أرضذي الجرزي حالف أها أنا الحق إلى الأرض الجرزي أنا إنجيغن أو أباروبي يقولك حالف أها حقي إن بيها أكحين مين أركين وفنخرج أن صوصارين به بياس زرعا أبور يبذر أنك صوصارين تأكله وحعوني منه زرعك حقي أنعامهم حول هذا بل كاسي عنيا وأنفسهم إيونا نفتضنا ويكعوني يعني مرها كصابحي عنيا بذر كاس أفلا يبصرون أرنك مين أركين كعبر قادنين قدرة إلهية ودي سكو قرنين ويقولون وحيرنا ينقالض من أنت كورنا يعني متى قرموا هذا هذا الفتح كلا بحنتان يا كلا حكومة ده قال ما ضد كلا كلا ساري لكلا حكومة قيام ذي كوضع قيام ذو قرما يدعي إن كنتم هداتين صادقين كورون شيء جاي قلوا حد كتر هذا يوم الفتح كلا حكومة مالك مالك ضد كلا كلا حكومة يوم لا ينفع الذين كووا حبوا طر ما يكفروا قالوا بي إيمانهم إيمان فوضوا وحبوا طر ماي لا ينفع الذين كفروا إيمانهم بفاعل ولا هم أهانا مايان ينذرون كولو كرته وطوبت لك السجو أما عذر دارت ليرى هذا ما فأعرض كجيس النبي الله عنهم كوان وانتذر سوء عذابك قل عيه سوء إنهم يقنا منتذرون ويسوء يا وحبوا لعيه بل قفك عذاب قل يا الأركية وكرا ويوسف والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.